بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، وزيلها بأفلا تسمعون، لكن المقابل قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ديك أفلا تسمعون ودي أفلا تبصرون. في الآية الأولى بيتكلم عن الليل، وفي الآية الثانية بيتكلم على النهار. والنهار محله البصر، والليل محله السمع، لأن كل حاجة بتهمد في الإنسان بالليل ساعة ما ينام كله إلا الوجه تؤدي مهمتها دائما. فنظرا لأن بالليل يبقى ما فيش وسيلة من وسائل الإدراك إلا مين، فقال أفلا تسمعون. ولكن في النهار قال أفلا إيه، أفلا تبصر. يبقى ما يقولش كده إلا مين، إلا رب. نعم. ولذلك نجد في سورة الكهف الحق سبحانه وتعالى يريد أن ينيم الفتية الذين آمنوا بربهم فترة طويلة في الكهف، حكى عنها إنها 300 سنة و9. فإذا ناموا في الكهف، والكهف في جبل، والجبل في صحراء، والصحراء محل عوامل أعاصير وزلازل ووحوش تعوي تفسد عليهم النوم، وخصوصا ان النوم طويل، مش نوم يعني قاعد 7 ساعات 8 كان محتاج لهم، ده هينام 300 ساعة، يبقى يعني فأي حركة تعمل ايه تصحيهم، ومش عايزهم يصحوا. فجه وقال ايه، شوف الحكمة بقى، يقول: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. يبقى لو كانش ضرب على آذانهم ولا خلاهاش تسمع كانوش يناموا. يبقى إذا دي تدينا إيه؟ إن الليل لا تتحرك فيه أي جارحة من الجوارح لعمل إلا إيه؟ إلا الأذن، لأن بها الاستدعاء، تخبط يسمع، تنادي يسمع، إنما هتشوف لا ما تشوفش. نعم. قعد يضرب لنا مثل في نفسنا: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم إيه يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وإيه. لسه في الذات ولا لا؟ نقلهم من الذات إلى الأكوان اللي حواليهم بقى، لأن هناك بيقول: وفي أنفسكم أفلا إيه تبصرون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فقال الآيات اللي في أنفسنا: خلق من تراب، وخلق الأزواج، ومش عارف نسكن إليها، والمودة والإيه والرحمة، وبعدين المنامنا بالليل، والله كل دي قالوا في نفسنا في ذواتنا. يتكلم بقى على الأكوان: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. مرة أقول آية لقوم يتفكرون، ومرة أقول آيات للعالمين، ومرة آيات لقوم يسمعون، ومرة يقول آيات لقوم إيه يعقلون. اختلاف الأدوات الباحثة، لأن العقل هو إيه؟ ما هو العقل؟ العقل الناس فاهمين إنه يعني عشان تمشي كده بحاجة أقول لك ده العقل ما يصدقهاش، أكن العقل هو اللي إيه؟ الله، هو أنت من قال لك إنك أنت اللي حكم في إنك تصدق ولا ما تصدقش؟ ده المسألة في مسائل عليا خالص عن عقلك، لأنك أنت خدت العقل مرة واحدة. الذي آمن بإله
ما قالش ما قلناش ما استعملش عقله، استعمل عقله بس مرة واحدة أغنته عن أن يستعمله في كل شيء. عقله هذا على أن الكون ده له إله قادر حكيم ما فيش إلا هو، ما يجيبش القضية دي بقى في أي حاجة تانية. وثق ما يقوله لك وانت بحثت المسألة دي بإيه؟ بعقلك أول مرة خلاص. ولذلك العقلاء يقول لك العقل كالمطية يوصلك إلى حضرة السلطان ولكن لا يدخل معك عليه. هو وصلك إلى أن في إله قادر، يبقى أنت كل توسخ ربنا قال ده ولا ما قالهاش، بس هذه المسألة. يبقى العقل مهمته شوف البدائل، شوف المقدمات، شوف النتائج. وحين لما يقول تفكروا وتعقلوا وتدبروا واتعظوا بينبه فيك إيه؟ بينبه فيك أدوات المعارضة لتتأكد. زي ما تدخل تشتري قماش من محل عايز حتة صوف مثلا، يقولك ده صوف أصلي بقى 100 100، شوف، ويجيب فتلة منه كده ويجيب عود كبريت ويروح حاططها تحت الايه تحت الفتلة. الصوف ما يترعاش فيه النار كده وتطلع تطلع، لا تكبكبه كده وتخليه ما يطلعش فيه لهب أبدا. إنما القط تشوف النار بترعى في الفتلة كده يقول لك شوف بقى صوف ولا مش صوف. اللي بينبه فيك وسائل النقد للأشياء يبقى واثق من بضاعته ولا لا واثق منه. واللي مش عايز بقى ينبهك ليه يقول لك لا ده صوف حلو ومش عارف ايه وروح نطر البتاع وكروتك. فربنا كل حاجة ينبهنا يقول اتفكروا اتذكروا اتعقلوا اتدبروا يكونوا علماء خليكوا ناصحين. قال لا، يبقى دليل على أننا لو استعملنا هذه الأشياء نصل إلى مطلوبه ولا ما نصلش إلى مطلوبه. نصل إلى إيه؟ نصل إلى مطلوبه. إن في ذلك لآيات لقوم إيه؟ يعقلون. طب البرق هو إيه؟ البرق كلنا نشوفه، إحنا بنسمع كده في الجو صوت نسميه الرعد، وضوء شديد كده بنسميه البرق. دي عوامل في كهربة الجو وعوامل كبيرة أو مبحوثة بحث واسع أوي. لكن كان الناس وإن لم يعرفوا أصلها بتعمل كده ليه يعرفون الظواهر التي تتأتى منها. فساعة ما يشوفوا إيه ضوء اللي هو البرق ده يقول لك والله حاجة من الاثنين، يا يجيب لنا صعقة تحرق له يا يسوق لنا سحاب ومطر ينزل لنا. الصعقة نخاف منه والمطر نرجوه علشان يعمل الايه. ام قال لك مش كل واحد يرجو المطر. طب افرض انه مسافر ولا قاعد في باديه ما عندوش كن يكن فيه ولا يقويه، لما يجي المطر يعمل ايه؟ ام قال لك برضه يبقى خايف من المطر يجي اذا كان مش مقيم، يعني اذا كان ضاعل. الله، يبقى اذا ومن اياته يريكم البرق خوفا وطمعا الاثنين. الخوف لا يكون فيه ايه صعق. طب والطمع في ايه؟ في انه يكون فيه ميه عشان تجي لهم ويرموا منها الارض وبتاع. خوفا وايه؟ خوفا وطمع. دي تمشي ودي تمشي علشان يفضل العبد دائما مع ربه بين الخوف والرجاء. يفضل كده خوف وايه؟ ورجاء، مفيش استنامه لشيء. الصور دي القران برضو عرضها ثانيه. قوم عاد اللي هم كان رسولهم وإلى عاد أخاهم هودا بيقولوا أنت جئتنا لتأفكنا عن آلهتنا. هل أنا ما أعرفش أنا ربنا بعثني بالحكاية دي ولا أعرفش إلا كده؟ قال لي بلغ وأنا بقى إيه ببلغ. قالوا ائتنا بعذابنا إن كنت من، هات لنا العذاب اللي أنت بتعدنا به دي، مش بتقول ما أمنتوش هعذبكم؟ طب هات العذاب ده. قال والله دي مش في ايدي، انما في ايد مين؟ في ايد ربنا ان شاء جابهم. فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم غيم كده جاي كتير وجاي عليهم كده، قالوا هذا عارض ممطرنا. قال لهم لا، بل هو ما استعجلتم به. مش تقولوا ايه فاتنا بايه ريح فيها عذاب اليم.
تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. يبقى دي جات لي ودي جات لي. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. وبعدين من رحمته إنه يغلب انفعال الطمع في الماء وينزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات برضو لقوم يعقلون. المطر بينزل من السماء. ما هي السماء أولا؟ السماء لها مدلول غالبي وهو السماوات السبع، ومدلول لغوي عام وهو كل ما علاك فأظلك. المطر ما بينزلش من السماء، المطر بينزل من السحاب اللي على راسه. يبقى معنى السماء كل ما علاك فإيه؟ فأظلك. ينزل من السماء ماء ويحيي به الأرض بعد موتها. لو نظرت إلى الماء اللي ينزل من السماء لوجدته من سحاب متراكم. ألم ترى أن الله إيه يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله، فترى الودق يخرج وينزل من السماء من جبال فيها من برد. الله ادانا الصورة. يبقى أكن المية اللي نازلة دي عبارة عن سحاب متجمد. السحاب بيجي ازاي؟ أم قال لك لو نظرت إلى الأرض التي نعيش عليها لوجدت ثلاث ارباعها ماء وربعها يابسة. شوف الماء ده بقى اللي هو جعلنا من الماء كل شيء ايه حي. يبقى المية ثلاث ارباع اليابسة. كأن المية اللي ثلاث ارباع اليابسة دي جاية ثلاث ارباع دول عشان يخدموا ايه؟ يخدموا الربع. ازاي؟ قال لك سطح الارض ثلاث ارباع كده، السطح واسع وكل شيء في الماء يتسع سطحه يبقى يكثر تبخره. هات كباية وحط فيها مية وملاها وسيبها في البيت شهر وارجع كده افتح الباب تلاقيها محطوطة في الماء. تلاقيها نقصت قد ايه؟ يمكن سنتي ولا نص سنتي. ليه؟ الرقعة بتاعت سطح الماء قليلة فالبخر يضرب على قد كده. طبعا خد المية ده هي للكباية وسيق بها أوضة ولا الصالة كده قبل ما تطلع من البيت تكون اتبخرت ونشف. الله. إذا كل سطح الماء ما يتسع يبقى البخر يزداد. فعمل ثلاث ارباع الأرض مية عشان يخدم ايه؟ الربع. تفضل بقى العوامل الحرارة والهواء والبتاع ويفضل الايه تطلع الماية لفوق. اما تطلع الماية لفوق دي اسمها التقطير. احنا مش نعرف ايش اسم التقطير في الاجزخانات لما يقول لك ماء مقطر. مقطر يعني ايه؟ يعني نحطه في اناء والاناء دي نقعد نجلي فيه يقوم البخار يطلع، نمشي البخار في انبوبة زجاجية ونجيب مية ساعة نخليها تمر عليها يقوم يتكثف. يبقى عملنا ايه؟ غليان، وبعدين طلع بخار، وبعدين كثفنا البخار فطلع ايه؟ المية الصافية. وبقيت الادوات كلها تترسب. اهو ربنا عمل لنا عملية التقدير دي ولا يشعر بها خلقه. عمل المية ثلاث ارباع دي عمالة تبخر مية حلوة حلوة كده كده وتطلعها فوق فتنعقد سحبا، وبعدين تيجي السحب دي الرياح تمشيها. الرياح لما تمشيها ان مشتها انت عارف انك كل ما بترتفع في الجو البرودة بتزيد ولا بتخس؟ بتزيد. شوف ايدي كونيات تحير العقل. طب انا لما بطلع بقرب من الشمس كان المفروض ان كل ما اطلع الحراره تزيد. ايه بس ايه الحكايه الهندسه العجيبه دي؟ انا المفروض كل ما اقرب من الشمس الحراره تزيد، لكن دلوقتي لما يعوز بيت عالي يعليه على يقول لك ده الادوار العليا ولا على الجبل ولا على مش عارف ايه كل 30 متر خصيصه درجه.
ونزلت تحت الارض كل 30 بتزيد درجه. مساله عجيبه الى الان ما حدش الله قال لك لا. بعدين ابتدوا يبحثوا فيه, حيرت العلماء ازاي الحكايه دي بقى. كل ما اقرب من الشمس الحراره كلها, لانك انت فاهم ان الشمس واشعتها بتسخن الجو. لا, الشمس واشعتها بتسخن سطح الارض, وسطح الارض هو اللي يدي الحراره للجو. يبقى كل ما تبعد عن سطح الارض تخس الحراره ولا تزيد؟ تخس. فتطلع بقى الميه والريح يضرب السحاب, يقوم يطلعوا في منطقه بارده زي الميه اللي هنعممها على الانبوبه, الميه الساقعه تقوم تتكاثف فتنزل ايه, تنزل بس ميه ايه, مقطره, ميه عذبه. طب والميه اللي كانت في الارض دي مالحه؟ ده هو امتن علينا وقال لنا انا لو نشاء جعلناه ايه, اجاجا, يبقى ما ينفعش للشرب. انما ما تاخدوش وتقول لا ده ما ينفعش للشرب, ده هو اللي بيجي منه ميه الشرب. امال ليه كده؟ قام قال لك ده معمول بقى فيه يود وفيه عناصر عشان ما يأسنش. هات شويه ميه عذبه وخليهم في بركه ولا في اي حاجه, وبعدين بص لها بعدين تلتفت تلاقي فيها الطفيليات والمش عارف الايه والريحه, وبقى قاسن وبقى ريحته بس. انما في البحر المالح موضوع فيه اشياء فيها مناعه تحافظ على الميه بتاعتك دي, علشان لما يتبخر لفوق ويطلع لك ايه, ينزل لك ماء ايه, ماء عذب. وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها. هناك في ايه ثانيه ايه, وترى الارض ايه هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج إيه بهيج. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره, أن تقوم السماء والأرض بأمره. السماء اللي هي السماء اللي هي السبعة المرفوعة بلا عمد اللي تدخل فيه. طب وهي من غير عمد إيه؟ قال لك لأن يمسك السماوات, لأن احنا قلنا الشيء اللي عليك ده يا إما تحمله على إيه, على أعمدة زي ده دي السقف له, أو تعمله حاجة تشده لفوق, حاجة اللي تشده فوق زي الكبار المعلقة اللي بتنعمل بدون إيه, بدون أعمدة تحت, هي مشدودة من فوق ومشدودة من فوق, واللي شددها عاملينها كبسينها في الأرض في الناحية التانية فشدها كده. يبقى إذن السماء تفضل كده سقف مرفوع ما فيش عمد شايلها, إنما ربنا بيقول يمسك السماوات والأرض أن تقع, يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإيه. يبقى هذه قائمة بأمر على حالها لا يختل لها نظام أبدا, وما فيش فيها فتور. تبص كده للسماء لما يكون ما فيش سحاب, تبص للسماء تلاقي ايه, بلساق لون واحد بالله يقدر واحد يعمل لي المساحه دي كده ببوهيه واحده كده؟ والله ما عنده البويه اللي تعملها كده. هيعمل برميل وبعدين يعمل البرميل الثاني, ما يقدرش يضبط البويه بتاعته دي الاولانيه. ولذلك يقول لك لما تيجي تقول للواحد مثلا من اللي بيجي يبيضه, يقول لك والله اللي هنا بقع في الحيط دي عايز تعالجها لي, يقول له ما يمكنش لازم نغيرها كلها, ما يقدرش يجيب لي دي لوحدها كده, ما يقدرش يجيب له. ولذلك المأهول الشاطر يقولوا ايه, انه ساعه ما يكون عنده عماره يروح ايه جايب مساحه جدرانها وسقوفها ويشوفها قد دي قد ايه, وتعوز بويا من لون قد ايه, يعمله مره واحده في وقت واحد, وبعدين يبقى ياخد من البراميل معمول, لانه ما يقدرش يضبط ايه الكميات كل مره تطلع مرقعه. الله, دي تبص لها كده ايه, تلاقيها كلها ايه وقائمة على حالها لا تغير فيها. طب بس ادي السماء اللي هي اللي احنا بنعرفها السماء تانية, والسماء اللي هو ما علاك فأظلك. ام قال لك طب ما الشمس والقمر والنجوم كل الكواكب السيارة دي, انت عمرك شفت كوكب صلم كوكب؟ الله, كلهم في فلك يسبحون, وتجد كل واحد له سرعة, كل واحد له مدار, وحاجة بنظام ايه بحسبان موقوتة, تبقى قائمة بايه
بأمره وحده، ضبطها انضباط بحيث ان ما يحصلش منها خلل لحد ما تؤدي مهمتها، وبعدين الشمس تكور في الاخر يبقى موضوع تاني. الله. ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره، تقوم يعني تظل قائمه على حالها، لا فساد فيها ولا اصطدام. انت لو شفت الكون قبل ما تخترع المجاهر والميكروسكوبات والاشياء اللي بتقرب البعيد، كنا نعرف الشمس، ولما ارتقينا شوية عرفنا فيها حواليها مجموعة اسمها المجموعة الايه الشمسية اللي بتدور حواليها. من العجيب انها لا تدور في دائرة مستوية انصاف الاقطار، بل الدوائر بتاع شكل اهليجي يعني واسع من ناحية وضيق من واحدة، شكل البيضة يعني تقريبا. الله. ده يبقى دليل عليه. طب مثلا لما بتكون دايره يبقى سهل قوي، لان لما نجيب حاجه كده ونغرزها يقعد كبريت ونجيب في خيط منه ونمده كده وبعدين نعملها كده يبقى سهل قوي انها تبقى متساويه وتمشي بالنظام. قال لك لا، ده شكل ايه هليجي زي البيضه. وزيك لما تحب تشوف الصوره بتاعتها تتعجب، وبعدين الشمس تيجي وحواليها مجموعه من الايه الكواكب. الكواكب دي بتختلف أبعادها عن الشمس، فيه ما هو قريب من الشمس وفيه ما هو بعيد وفيه ما هو أبعد. كل كوكب من دول له مدار، بس المدار ليدور هو حول الشمس، وله في ذاته دورة حول نفسه. الأرض مثلا تدور حول الشمس فتنشأ الفصول الأربعة، وتدور حول نفسها فينشأ الليل والنهار. يبقى بتدور حوالين ايه كده تعمل، هي نفسها بتدور حوالين نفسها وفي الوقت نفسه بتدور حوالين مين؟ الشمس. يبقى لها كم دورة؟ دورتين، دورة حول نفسها ودورة حول الشمس. وبعدين تلتفت تلاقي ليل ونهار مضبوطة الدورة بتاعتها، سنة مضبوطة الدورة بتاعتها. الأرض يمكن في البعد الثالث من الشمس، لأن أقرب كوكب إلى في المجموعة الشمسية إلى الشمس عطارد، يعني هو اللي قريب كده. وبعدين الزهرة، وبعدين الأرض، وبعدين المشتري، وبعدين المريخ، وبعدين زحل، وبعدين يورانوس، وبعدين نبتون وبلوتو. كم دلوقتي؟ 9. البعد بتاعها بيختلف. اول بعد منش عند الشمس مين هو؟ عطارد. والبعد الثاني الزهر. البعد الثالث الارض. البعد الرابع مشتري. البعد الخامس المريخ. الله. وبعدين زحل، وبعد زحل يورانوس، وبعدين نبتون، وبعدين بلوتو اخر ابعد حاجه عن الشمس اسمه ايه. وكل واحد له دوره حول نفسه ودوره حول الشمس. دورته حول نفسه يسموها يوم عطارد، يوم الزهره، يوم ودورته حول الشمس يسموها عام الزهره، ينسب العام زي ما لنا عام في الارض برضه العام، بس ينسب الى المعروف لنا وهو الايه. علشان تعرف العجب ان الزهره اللي هي البعد الثالث عن الشمس يومها اطول من عامها. اليوم بتاعها 244 يوم من ايام الارض. اليوم بتاعها كام؟ 244 يوم من ايام الارض، لكن العام بتاعها 225 يوم. الله. قال لك لان دي دوره ودي دوره، هي في سرعتها حول الشمس سريعه وفي سرعتها حول نفسها بطيئه، تبقى سهله قوي. النظام اللي معمول بالشكل ده المجموعه الشمسيه
المجموعة الشمسية دي واحدة. الآن اكتشف أنها واحدة من مليون مجموعة زيها في سكة التبانة بتاعتنا، المجرة بتاعتنا اللي احنا بنقول عليها. وقالوا لو عندنا مجاهر تانية وبتاع نكتشف مليون مجرة. ايه الكون دي؟ يبقى لما تقرأ قول الله ايه وإنا لموسعون، يعرف انها حاجة ايه ملهاش نهاية في عقولنا احنا، ملهاش نهاية عند مين. ومع ذلك الدورات دي والحركة دهيا ولا تجد اصطداما ولا تجد خللا، بدليل انك انت ضبطت كسوف وخسوف وطلع مظبوط ولا مش مظبوط، يبقى دليل على ان الاصل مظبوط ولا مش مظبوط، مش مظبوط. ولذلك اللي هو الارض مش كوره ما بتدورش، نقول له طب امال اللي بيتنبأ والخسوف والكسوف، تبقى انت عايز تخليهم يعلمون الغيب بان هيحصل خسوف امتى وكسوف امتى، يعرفوها ده ازاي؟ ده دي عمليه محسوبه بالميزان. فانت بدل ما تقول انهم يعلموا الغيب، لا قول ان ربنا خلقها كده، خليها لربنا احسن ما تبقى لهم. نعم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. دعاكم دعوة من الأرض يعني بالنفخة الثانية، مش هيتنفخ نفختين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم إيه؟ لا خامدون، الأولانية والتانية إن كانت إلا صيحة، في سورة ياسين كلهم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يبقى فيه إيه؟ صيحتين، صيحة للإيه؟ للموت الكلي وصيحة للبعث الكلي. أنت لو نظرت إلى الصيحتين الاثنين وما جعل الله فيهما من أسرار تلتقي بما في الحياة الدنيا من أسرار لوجدت عجبا. إزاي؟ قال لك اللي إحنا يعني الإنسان كل ساعة يولد له، يجب ميلاد، أنا بقول كل ساعة ده بنقربها، إنما هي كل إيه ثانية، لازم كل ثانية في مولود، كل ثانية في، وأقول ثانية لأن أنا ما جبتش مقاييس أقل من السنة. ولذلك كل لحظة في الزمن فيها لحظة ميلاد ولحظة موت. واحد حيتولد ويفضل دقيقة وبعدين يموت، واحد دقيقتين، واحد ثلاثة، واحد أربعة، واحد سنة، واحد خمس سنين. الله، إذا معنى ذلك إيه؟ إن احنا اختلفت موالدنا، وعلى ضوء اختلاف موالدنا اختلفت آجال موتنا. شوف بقى في الآخرة بقى لما تيجي الصيحة الأولى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم إيه؟ الله خامدون. الموت اللي كان بيجي تباعا لكل واحد موتة وكل واحد أجل، هيجي وقت يعمل إيه؟ يبقى كله، يبقى ما اختلف فيه أمر الدنيا في المواليد، اتفق أمر الدنيا كلها فيها في الخمدة، اختلفوا في المواليد. الله، طب وفي الموت برضه؟ برضه في الموت، يبقى واحدة للبعث واحدة، وبعد إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. الله، ما هو الميلاد يقابل البعث والموت يقابل الخمدة الأثرية، فالذي كان مختلفا في موته ده يمد الوقت وده يموت بعد كده، جم في وقت واحد ايه؟ ماتوا في وقت واحد. واللي كانوا مختلفين في المواليد في البعث يعملوا ايه؟ يجوا برضه مرة واحدة. اذا اختلاف هذه ليعالج اتفاق هذه، واتفاق هذه يعالج، ولذلك ذلك يوم الجمع. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم، يعني يدعوكم النفقة بتاعت إسرافيل بأمر الله، لأن احنا يجب أن نعرف أن الحق يزاول أشياء بذاته ويزاول أشياء بواسطة خلق. الذي يزاوله بذاته
هي خلق الإنسان خلقته بيدي، إنما الباقي بالكونيات كلها. فلما يجي يقول الحق سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، يبقى مين اللي بيتوفى؟ الله. طب اما يجي بقى ايه كل يتوفاكم ملك الموت، الله ده انا قالها من عند لملك الموت بقى الله يتوفى الانفس ايه. طيب وبعدين قل يتوفاكم ايه ملك الموت، وبعدين تيجي تاني ايه توفته رسلنا، يبقى كم مرحله؟ توف من الله، توف من ملك الموت، توفت من الرسل اللي ويا ملك الموت. قال لك لان الله الامر الاعلى فنسب الامر اليه، والتاني ايه ملك الموت بيقول لجنوده، تبقى كلها مرجعها الى ايه؟ الى الحق سبحانه وتعالى. ولكن هذه مساوله خلقه في امور خلقه. ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون، اذا معناها فجاءه، لان كان بيجي الإخراج في المواليد في الدنيا ما يبقاش مفاجأة، قبل ما الست بتولد هي بنشوف الحمل بتاعها ونشوفها تعبت ونشوفها مش عارف الشهر التاسع والثامن، والعملية طويلة، إنما العملية الثانية مفاجأة كده. نعم. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. له من في السماوات، هو من ولا ما؟ طب المن دي للعاقل، وهو غير العاقل مش له؟ ده له، إنما كمن العقل ده هو اللي بيعمل التمرد، جاب لك دول بتوع المتمردين دول الأول، إنما التاني اللي ملوش تمرد ده ما سهلة يعني، يقول لك له ما في السماوات، ما لهمش تمرد ولا حاجة، ما فيش جماد تأبى على الله ولا حيوان تأبى على الله. بالله لما يكون عندك انت مثلا حيوان وبعدين كمان بيشيل سباخ وبيشيل القذورات وبيعمل مش عارف، وبعدين انت شفته كويس كده قلت للواد لا نظفه وانا هعمله مطية ركوب، لا عصف الاولى ولا يعصف الثانية، مزلل ولا مش مزلل؟ مزلل خلاص. فزللناها فزللناها، اولم يروا ان ايه خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وزللناها مش ملكينها بقدرتهم ولا بحيلتهم ولا بعقلهم، بدليل أننا لما ملكهمش ليه ما حدش يقدر يستأنف. احنا قلنا زمان الفتاة الصغيرة التي تقود البعير وتنيخه وتحمله وتقومه وتقعده، طيب واحد بقى يجي له برغوته هنايم بالليل كده يقرقه ولا يعرف يمسكه ولا يعرف ما ذللوش ربنا له برغوت قد كده حته تعبان بتاع ساعه ما يجي كده وتلتفت اللي كلنا جرينا الله. يبقى اذا المهم في التذليل من الله، ما كانش يذللها ما نقدرش عليه. وله من في السماوات والارض، قلنا ليه عدل عن ما وجاب من؟ أم قال لك لأن من هي اللي فيها الأيام يعني بعقله كده، إنما الثاني ما عندوش موانع يعني. وله طب إزاي كل له قانتون؟ طب ما احنا بنشوف الناس اللي في الأرض ويسيبنا في السماء، السماء صحيح يسبحون الليل والنهار لا يفطرون وقانتون لله، طب والأرض ما فيها ملاحنة فيها كفرين ومش قانتين لله، طب القضية دي تيجي إزاي؟ أم قال لك هم يا أخويا تمردوا على الله وكفروا به، أو تمردوا على حكم الله فعصوا بنفسهم، ده بما خلق الله فيهم من اختيار، ولو شاءهم مكهورين على أمل ما استطاع واحد منهم أن يفعل إلا مراد ربه. طب وإيه الحكمة بقى؟ ما كان يخلوهم كويسين كلهم؟ قال لك لا كلهم يبقوا كويسين لو شاء ربك لهذا الناس إيه جميعا، محدش يقدر يخرج عن ملكه ولا عن مراده، إنما الذي لا يخرج عن مراد الله يبقى محكوم بقهر القدرة، والله لا يريد أن يحكم بقهر القدرة الإنسان. قال له أنا عايزك تجي لي مختار صالح أن تكفر وعايزك تبقى مؤمن، إنما لو أنا عايزك مؤمن ما حدش بدليل
ان انا جبت الانبياء وخلاص عصمتهم. ولذلك ابليس لما قعد يجادل في رب قال له ايه؟ قال له ايه؟ قال الا عبادك لاغوينهم ايه؟ الا يعني اللي انت عايزه ما نقدرش انا عليه. يبقى ابليس مش داخل معركه مع ربه، ده داخل معركه مع الانسان، بدليل انه قال له لا اللي انت عايزه من المخلصين انا ما اقدرش ايه. ولذلك قال له ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، اللي انا عايزه ما فانت في معركه مع عباد. طب كل له قانتون نفسرها ازاي بقى مع ان فيه كافرين وملاحده وعصيان وبتاع؟ نقول له عاد اسمع بقى، الذين تعودوا ان يتمردوا على الله في الايمان به اولا، هو يقول لهم امنوا لا ما امنش، امتنعوا بايه؟ بقدره في ذاتهم ولا باختيار خلقه الله لهم؟ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والطاعه برضو بالشكل دي، نقول له يا اخويا تعالى بقى، اما نحطك في الخانه هنا كده، انت مش متمرد على الله فكفرت به ولا حشاكش؟ نعم، مش ما حشاكش بس، ده ساعدك على انك تكفر. قال لك مش انت بتحب الكفر يا خلقي؟ انت خلق حبيت الكفر خلاص، انا ما خليش يفرقك، طمن هختم على قلبك، علشان لا الكفر اللي جوه يطلع ولا الايمان اللي بره يدخل، ابقى بساعدك برضه على كفرك ولا لا؟ ده دليل على اني مش عايزك، مساله مستغنى عنك، انا عزيز عن خلقي، تكفروا كلكم تؤمنوا كلكم انتوا حرين، بدليل انه هو لما جه وخلق الجزاء للاخره خلق جنه لكل واحد تجيبه الدنيا، يعني وجدت جنات بعدد من يوجد على الارض من نسم، ووجدت نيران على عدد من يوجد في الارض من نسم، عشان ما تبقاش تقول ده ازمه اماكن. ان امنتم كلكم ليه عندكم الله، وان كفرتوا كلكم برضو ليه عندكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء، وانا مستعد لكم على انكم جميعا مؤمنين عملت لكم جنات، وعلى انكم والعياذ بالله كافرين عملتكم نيران، فكل واحد يعمل شغله. ولذلك هناك دي بتساعدنا حينما ناتي لنفسر قول الله تلك الجنه التي ورثتموها، مش كده؟ ورثتموها من مين؟ أم قال لك إيه؟ لأن بتوع النار اللي مخلوق لهم أماكن على أنهم يكونوا في الجنة، لما يروحوا النار أماكنهم تروح فين؟ يقول لهم يا بتوع الجنة وزعوها على بعض بقى، ما بيتكلموا. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى خلق الاختيار في الإنسان وأمن الاختيار، وقال لك إن أحببت أن تظل كافرا فأنا يا سيدي أعينك على أن تكفر، وحختم على قلبك وتطمن، لا الإيمان اللي بره يدخل ولا الكفر اللي بره اللي جوه يخرج. مش أنت حبيت كده؟ حبيته. ولذلك أنا بنصح الناس اللي يصابوا بمصيبة ما يقعدش يعملها شغلانة بالنسبة لربنا ويقعد زعلان منه واخد على خاطره من ربنا، نقول له احذر من هذه، لانك انت لو فضلت زعلان وحزنان على واحد قريب لك مات ولا حبيبك ولا بتاعه قاعد زعلان، الله يقول لك الله انت حبيت الزعل، بقيت كيف زعل؟ طب انا هساعدك على انك تفضل زعلان طوال، وكل شويه يتصقر عليك الحزن ويدخل. ايه ما هو انت مشجع؟ لا، سك باب الحزن بمسمار الرضا، وانهي خلاص خلاص، انت هنا انتهت المساله. انتهت المساله. نعم، نقول له يا اخويا اللي متعود التمرد على الله وكفرت به وتمردت على الله وعصيته، ما دام انت متعود عم بتربى عم عامل رياضه على الحكايه دي، طب اذا بقى يا شيخ خليك منطقي مع نفسك، وساعة ما يعييك قول له لا مانيش عيان، ساعة ما يجي يموتك قول له لا مانيش ميت، ساعة ما يجري اذا انت مقهور قهرا عنك في كل امر لا اختيار لك فيه، فإذا أنت قانت غصب عنك ولا لا؟
وقنوتك مع تمردك دي اقوى في الشهاده لله، اقوى في الشهاده لمين؟ لله. وله من في السماوات والارض كل له قانتون. اللي هي في الامور اللي هي بقى في الامور الاضطراريه اللي مش داخله في اختياره، اللي داخل في اختياره هو التكليف والايمان وغيره، واللي مش داخل في اختياره خاضع لها ولا مش خاضع؟ خاضع لها. ان كنت بقى شاطر ما دام متمرد كان يجي قضاء وتتمرض عليه، انما دليل على انك انت مالكش انك انت بيجي قضاء غصب عنك وانت كاره. يمكن المحب يقول لك انا بعمل كده ربنا عايز كده خلاص، انما انت كاره وكافر بيه. نعم. وله من في السماوات والارض كل له قانتون خاضعون لا يستطيعون الفكاك عن قضائه ولا عن قدره، مع انهم تعودوا التمرد على الله في كثير من الاشياء، فما لكم لا تتمردون على هذه، دليل على انكم استخذتم الاختيار في غير محله. لان اللي عايز يبقى مختار بقى يبقى مختار في كل حاجه، انما مختار في حاجه ومضطر في حاجه ما ينفعش. وله من في السماوات والارض كل له قانتون وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده. طب كل دي كل ساعة يجيب لنا خلق والإعادة ومش عارف وهو أهون عليه، قال لك ما هي دي كانت اللي هي الأساس، لأنهم لو كانوا يؤمنون بأنهم يرجعون إلى الله كانوا يمكن يخافوه، فبيتك على دي قوي كل ساعة يقول إيه. وهو الذي يبدأ الخلق، هو يبدأ الخلق ولا بدأ الخلق؟ بدأ. إن ذكرت الأولى فقد بدأ، وإن ذكرت الاستمرارية في الإيجاد فهو يبدأ دائما. كل يوم تشوف حاجة، كل يوم تشوف حاجة، مش عملية خدها في وقت وانتهينا، لا هو بدأه. ولذلك كما بدأكم تعودون، وهنا يبدأ عشان استمرارية الحدث. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الله، أهون معناها أفعل تفضيل من هو هين، هذا هين وهو ايه؟ اهون. وهل المسائل بالنسبه لله فيها هين واهون؟ انما يكون هين واهون عند من يعالج الامور، انما ده ما بيعالجش ده بيكون. ولذلك لما تيجي في الحاجات العجيبه، لما ستنا مريم بشرت بانها تبشرها بغلام اسمه ايه؟ المسيح عيسى بن مريم. قالت ايه؟ خرابي ولم يمسسني بشر. قال لها طب ومين اللي قال لك انت عجيب المسيح ابن مريم ما يمسسكيش بشر؟ وقال لها حاجه زي دي، جابت دي من ايه؟ قال لك خليك ايه؟ واعي واستقبل كلام ربنا كويس. ساعه ما قال لها يبشرك بغلام اسمه المسيح وابن مريم ما جابش ابوه، يبقى هي اللي هتولده من غير ما يكون حد. قالت يمسسني بشر، يبقى فيه متها منين؟ المسيح عيسى ابن مريم. لو كان ابوه موجود، لو كان من اب كان يقول ابوه ما ابن مريم، عرفت ان هو هيبقى من غير كده. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. الحق سبحانه وتعالى حين يضرب لنا مثلا، يضرب مثلا تقريبيا لما بيننا وبين انفسنا لنفهم منه الاعلى. قال لك خليك انت بتعمل حاجه وبعدين هديتها، كونك تعيد بنائها اهون من البدايه ولا مش اهون؟ يا اخي لان الماده موجوده، الماده موجوده، لكن الخلق الابتدائي الماده ما كانتش ايه؟ المادة ما كانتش موجودة. ولذلك لما ربنا سبحانه جلت قدرته يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، يبقى أثبت خالقية لغيره ولا لا؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.